مفاجأة صادمة وثقتها عائلة أمريكية في ولاية كونيتكت. تشفها كلب العائلة الذي بدا عليه الخوف والارتباك في حديقة المنزل، لتفاجأ العائلة بدب أسود ضخم يختبئ تحت أرضية منزلهم. كان الدب نائماً في الفناء الخلفي. تواصلت العائلة مع إدارة الطاقة وحماية البيئة في المدينة للحصول على المشورة لإخراج الدب الذي تبين أنه اختار هذا المكان لسباته الشتوي. فقررت العائلة حلاً غير متوقع بإبقائه نائماً حتى ينتهي سباته الشتوي.